انتوما مغاربة مقيمين بالخارج، داخلي المغرب بسيارة أو راجلين، طيلة عملية مرحبا أفريكا موروكو لينك كتربط ميناء الجزيرة الخضراء بميناء طنجة المتوسط على متن بواخر عالية الجودة، كتوصل عدد رحلاتها الأكثر من 11 رحلة يوميا، وكتضمن لكل مسافرها جميع وسائل الراحة والترفيه على متن الباخرة، استقبالات وإرشادات، مقاهي ومطاعم، شوبينج، فضاء السائقين، فضاء للصلاة، ورواق الجمارك وشرطة الحدود. سافروا على متن أفريكا موروكو لينك وعيشوا أفضل اللحظات من ميناء الجزيرة الخضراء إلى ميناء طنجة المتوسط.